فأي حرية، أي ديمقراطية، أي دولة كبرى هي التي تأتي فتعري النساء وهن سجينات، وتعري الرجال وهم سجناء، وتعصبه وتكبله على قضبان الباب وهو سجين؟ هذه الأعمال كانت تفعل منذ سنة، ولكن يعتمون عليها إلى أن تفلتت بعض الصور، وهي الآن يقولون تزيد على ألف أو آلاف من الصور. ادفعوا عليه، ما لك علاقه، بس اقراوا. بالنسبه لاعتذار بوش وهذا، فاحنا تعلمنا على بوش وعلى كاذبه، واذا اعتذر واذا ما اعتذر ايش راح يقدم للشعب العراقي؟ هي هذه الاهم شيء. اسامه بن لادن هو كانوا مولوله ضد الشيوعيين بوقتها في افغانستان، هسه صاروا ضده، وهسه نفس اللعبه رجعت.